إنجاز تاريخي يؤكد التضامن والاستقرار في منطقة الخليج وفي المنطقة العربية بصورة عامة. هكذا وصف كثيرون انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي في مدينة العلا السعودية والإعلان عن التوصل لاتفاق يسمح بإعادة فتح الحدود البرية والمجال الجوي بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بما يعنيه ذلك من تخفيف حدة التوتر وبدء خطوات جدية لإنهاء الأزمة الخليجية. ولا تخفى على متابع دلالات مشهد استقبال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لأمير دولة قطر الأمير تميم بن حمد، دلالات أكدها بن سلمان في كلمته أمام القمة، إذ أعلن عن أن بياناً بشأن رأب الصدع بين الأشقاء سيوقع خلال القمة، مشدداً على أهمية الاصطفاف العربي لا سيما الخليجي في مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه المنطقة. ما أحوج أن نكون لتوحيد جهودنا للنهوض بمنطقتنا ومواجهة التحديات التي تحيط بنا، وخاصة التحديات التي يمثلها برنامج النووي للنظام الإيراني وبرنامجه للصواريخ البالستية ومشاريع التخريب الهادمة التي يتبناها وكلاءه في أنشطة إرهابية والطائفية هدفها زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. أما أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح فقد أكد في كلمته على أن القمة تأتي لدعم العمل الخليجي المشترك وتسعى لتحقيق ما تصبو إليه شعوب المنطقة. لتمكن معا من دعم عملنا الخليجي والعربي المشترك والحفاظ على مكاسبنا وتحقيق ما تتطلع إليه شعوبنا من آمال وطموحات. وإذا تقدم لكم جميعا بالتهنئة على ما تحقق لنا من إنجاز تاريخي في الإعلان اليوم عن توصلنا إلى توقيع على بيان العلا. وبحسب محللين فإن بيان العلا يمثل إعلانا للمصالحة الخليجية وإنهاء للأزمة التي استمرت نحو 3 سنوات ونصف السنة، وبداية جديدة للتضامن والعمل العربي المشترك، تضامن يعلو فوق الخلافات وعمل من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة.